السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم شهيوات سهلة واقتصادية. كنتمنى يلقاكم الفيديو في أتم الصحة والعافية يا رب، وعواشركم مباركة، الله يدخل عليكم رمضان إن شاء الله بالصحة والسلامة وبكل ما كتمنوا إن شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا معايا اليوم جبت لكم مسمن معمر في الفرن، مقرمش مورق لذيذ بزاف، ما تشبعوش منه، طريقة سهلة مبسطة، حشوة لذيذة اقتصادية بدون لحوم، عجينة اللي بدون مجهود كتجي تحلفوا عليها مصوب ورقة البسطيلة. تابعوا معي الطريقة والمقادير بإذن الله. بسم الله على بركة الله. في هذا الإناء عندي 400 غرام من الدقيق الأبيض أو ما يعادل 4 ديال الكيسان ديال العنبة ديال الدقيق الأبيض. ضفت عليه كاس ديال دقيق الفينو او ما يسمى بالسميد الرطب، خلطهم مع بعض، ضفت عليهم خمارة من الوزن 8 غرام. من بعد غنضيف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من الخل، ضرورية كتعطينا واحد قرمشة رائعة للعجين كما شفتوا معايا. من بعد غنجمع العجينه ديالي بالماء اللي كيكون دافئ. في الاول درت كاس كما كتشوفوا معايا، غنبدا نجمع العجينه ديالي، ولا احتاجيت الماء كنضيف. عندي هنايا الكاس الثاني حدايا كنضيفه بالتدريج. في الاخير راني غنقول لكم شحال خدات لي بالضبط ديال الماء، كما كتشوفوا راني ضفت الكاس الثاني كملته، وغنكتفي بهاد جوج كيسان ديال الماء. كما كتشوفوا العجينه ما غاديش نرخفوها اكثر من القياس، وكذلك ما كتكونش العجينه اللي هي قاصحه بزاف. كيف العاده غننزل العجين ديالي فوق سطح العمل، ندي ونجيب فيها غير واحد شويه باش كتنسجم المكونات مع بعض. من بعد غنحتفظ بها في بلاستيك وغنخليها تقريبا ساعه او لا اكثر. المهم قد ما بقات هذه العجينه قد ما كتعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، وممكن كذلك حتى تعجنوها بالليل وتحتفظوا بها في بلاستيك حتى للصباح. غندهنها بالقليل من الزيت وغنسد عليها في بلاستيك وغنخليها ترتاح. المهم الوقت اللي عندكم من ساعه فما فوق. غندوزو نحضروا الحشوه اللي غنحتاج فيها هاد الخضار اللي كتشوفوا معايا. عندي هنايا جوج حبات ديال الجزر مبشورين في الهشوار رقاق، جوج حبات ديال القرع الاخضر اولا الكورجيت، جوج حبات ديال الفلفل الاحمر، جوج حبات ديال الفلفل الاخضر، واحد الحبه كبيره من البصل. كلشي دوزتو في الهشوار باش كيتقطع ليا رقيق او الا يتشلد رقيق. درتهم فوق النار، درت عليهم زيت الزيتون تقريبا نصف كاس من زيت الزيتون او زيت النباتيه، ولا ممكن تخلطوا ما بيناتهم. في الاول كنضيفوا الملح فقط، وغنخليو الخضره ديالنا تشحر فوق نار اللي تكون شويه عاليه باش ما تطلقش الخضره الماء ديالها. من بعد ما كتشحر ليا الخضره وتدبال عاد غنضيف عليها التوابل. عندي هنايا الفلفل الاحمر او لا تحميره، قليل من الابزار، قليل من السكنجبير، قليل من القزبور يابس مطحون، القليل من الخرقوم او لا الكركم، وكذلك القليل من الزعتر المجفف لاني ما عنديش الربيع هنايا ولا ما عنديش القزبور والمعدنوس. ممكن تضيفوا القزبور والمعدنوس، ممكن تضيفوا اي توابل بغيتوا، ممكن تزيدوا الزيتون مقطع اخضر، ممكن تضيفوا على الحشوه اللي بغيتوا. كنخليوها نبقاو نحركوا فيها مره مره حتى كطيب لينا الخضره وتنشف تماما من الماء كما شفتوا معايا. غنطفي عليها ونخليها تبرد. هنايا رجعت للعجين ديالي من بعد ما خليته يرتاح تقريبا ساعه ونصف. كما شفتوا معايا العجينه كيفاش كترجع، كترجع مدلوكه، عجينه اللي هي ناجحه 100%. غير جربوها اخواتي، ما عمركم مازال غتستغنوا عليها. كنحاول نقسمها لاقسام صغيره كما شفتوا معايا. بالنسبه ليا انا درتهم شويه صغار، خرجت منهم 16 كويره. الا بغيتوهم شويه كبيبرين تقدروا ديروا غير 10 او لا 12. كنقاد الكويرات ديالي بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، وكنوضعهم في واحد البلاطو او واحد اللوحه اللي كتكون مدهونه بالزيت. ملي كنساليهم كاملين كندهن لهم كذلك الوجه ديالهم بالقليل من الزيت باش ما يتكونش لنا ديك القشره
الفوق، من بعد كنغطيهم ببلاستيك وغنخليهم يرتاحوا لمدة ديال 10 دقائق بما نوجدوا المكونات باش غنورقوا. كنبداو بأول كرة، غنحتاج هنايا الزيت النباتية، القليل من الزيت النباتية والقليل من الزبدة المذابة. بالنسبة للزبدة أي نوعية عندكم خدموا بها، هنايا أنا كانت عندي الزبدة الحيوانية هي اللي ذوبت، هي كتشوفوا معايا هي في كاسرونة. كنبدأ نورق في الكويرة ديالي بالقليل من الزيت فقط. العجينة راه كتعطينا الطوع، كنجبدوها كيف ما بغينا، واحد العجين اللي جد رائعه كما شفتوا معايا. كتحاولوا تورقوا المسمنه ديالكم ولا الكويره ديالكم على شكل مربع اللي يكون شفاف رقيق جدا، وركزوا على الجوانب، حاولوا ترققوهم جيدا. من بعد كندهن بالقليل من الزبده، فقط القليل، راه ما كنكتروش، وحتى الزيت ما تكتروهاش، يعني دهنوا غير شويه بسطح العمل صافي. وكنبدأ نطوي المسمنة ديالي على الطريقة الكلاسيكية العادية على شكل مربع. غنعاود معكم وحدة أخرى بسرعة. بالنسبة للبنات المبتدئات كتحاولوا تدهنوا غير القليل من الزيت، كتبداو تجبدوا العجينة غير بحال هكا، ودائما حاولوا تبقاو على شكل مربع أو لا مستطيل باش ملي تجيو تطويوها غتجيكم قادة. حاولوا تركزوا على الجناب، رققوهم جيدا. كدهنوا دهنه خفيفه من الزبده، كتربعوا المسمنه ديالكم، كطويو الطرف الاول كديروا عليه الطرف الثاني. هنايا كتطويو على 4 ديال المرات باش كيجي مورق وزوين. كنوضعوهم دائما، كنوضعهم في هذا اللوح وكنغطيهم بالبلاستيك. هنايا راني ساليتهم كاملين. كنبدا دائما بديك المسمنه الاولى اللي طويت، كنجيبها كنعاود نورقها على شكل مربع. وحاولوا ترقوا الجوانب اكثر، يعني الوسط خليوه شويه، وركزوا على الجناب، حاولوا ترقوهم حتى كتحصلوا على مربع بهذا الشكل. كتقطعوا واحد الطرف من هذا الجانب، من بعد كتوضعوا الحشوه في ذاك الجانب الفوقاني. في هذا الجانب اللي مقابل معايا غتوضعوا هذه الشريحه ديال الجبن المربع، ومن بعد كتطويو بهذه الطريقه. داك الطرف اللي كيكون مقابل مع الحشوه كتسدو به، وكتحاولوا تسدو الجناب مزيان باش ما تخرج الحشوه، وكتحصلوا على مربع اللي كيكون مقاد بهذا الشكل. هنا حاولت نعاود معكم الطريقه ديال الطي. كما كتشوفوا ممكن ديروها في الجانب الفوقاني، كما يمكن ديروا الحشوه حتى في الجانب الاسفل. دائما داك الطرف اللي مقابل مع الطرف اللي درتو فيه الحشوه كتسدو به، وتحاولوا تسدو الجناب مزيان. وداك الطرف اللي كيكون فيه الجبن هو اللي كيكون هكا من الفوق، كما كتشوفوا هذيك القطعه ديال الجبن كتخلي لنا المربع ديال المسمن يجي مقاد. الا ما كانش عندكم راه ممكن تستغناو عليه، ماشي ضروري، غير هو كيعطينا واحد الشكل اللي زوين للمربعات ديالنا، وكذلك كيعطينا مذاق للحشوه خصوصا ان ما فيهاش اللحوم. كنوضع المسمنات ديالي في اللطا، ممكن تدهنوها بالزيت، ممكن تفرشوا فيها ورق الزبده. كندهنهم بيضه اللي مخلطه مع القليل من التحميره، دهنتهم كاملين من الفوق، وغنزينهم بالقليل من الزنجلان والقليل من الحبه السوداء. غندخلهم الفرن اللي ضروري يكون سخون مزيان من قبل. ملي كندخلوهم كنخليو النار عاليه حتى كدوز عليهم واحد 10 دقائق في الفران على نار اللي عاليه، حتى كيتجمعوا وكيبداو يتنفخوا. عاد كنقصوا عليهم النار، وكنقصوا عليهم النار، وكنخليوهم يطيبوا على خاطرهم باش يتورقوا ويطيبوا من الداخل ويتحمروا على خاطرهم. وهذه هي النتيجة النهائية، كيجيو صراحة من أروع ما يكون، كيجيو مقرمشين مورقين ولذاذين بزاف. كنتمنى تجربوهم وتتبعوا معايا المقادير، تبعوا معايا طريقة الطهي كذلك لأنها مهمة. ديما ملي كتدخلهم الفرن ما تنقصوش لهم النار في ديك 10 دقائق الأولى. خليتكم تسمعوا معايا التقرمشه، ما شاء الله كيجيو مورقين بزاف، مقرمشين ولاد. كنتمنى تجربوهم، وكنتمنى اخواتي اذا عجبكم الفيديو توصلوه لاكبر عدد من اللايكات، وتخليوا ليا الاراء ديالكم في التعاليق. كنشكركم دائما على حسن المتابعه وعلى التشجيعات ديالكم المستمره. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.